الفيديو تاع اليوم راح نكتشفوا مع بعض واحد المكان اللي بزاف جزائريين منكم ما يعرفوش، وهو جاي في وسط صحراء الجزائر الكبرى وبالضبط بعيد على قلب مدينة ورقلة بحوالي واحد 200 كيلومتر، وهي عبارة عن واحة ولا نقدروا نقولوا بحيرة في وسط الصحراء اللي يسميوها عين الطيبة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديدة، البلاصة اللي راني فيها هي ولاية ورقلة، واليوم جينا نكتشفوا واحد المنطقة شابة بالبزاف وشفت عليها تصاور وفيديوهات وهضر لي عليها اخويا عمر. راح نخرجوا بحوالي 200 كيلومتر على ورقلة طريق حازم سعود الله اعلم، ونزيدوا لها لواحد المكان يسميوه عين طيبة، راح تكتشفوه في الطريق. باش نروحوا باينه بلي كات كات ليكيب، شكون كالعاده خويا عمر، خويا موح، خويا ماسي، كشكاش، زاكونا ومصطفى، ومعنا اليوم قائد الرحله الشيخ حميد. شحال عندنا طريق؟ وين ثلاث سوايع هكذاك هو اكثر كثر، ولا ما حبسناش ما حطبناش الطريق مازال حط ما ك... خلاص صح صح، نتكلوا على ربي يا ربي يا كريم. خير حبسنا لهنا يا نحطبوا شويه نبدا معنا هنا برك اللي كاين وقيله كاين مازال شويه حطب له ايوا مو شويه حطب لهنا. شحال رانا بعاد لهنا على ورقله؟ واحد 100 كيلو. مشينا واحد 100 كيلو في طريق الصحراء ومازال ما لحقناش العروق، بصح طريق ولا اروع، اقسم بالله غير متعه، والله غير متعه. جماعة الخير رانا لحقنا، شحال مشينا؟ واحد 200 كيلومتر هكذاك، رانا ماشيين قريب 200 كيلومتر دوكا راح ندخلوا في العرق تما في وسط الكتبان الرملية اللي راكم تشوفوا فيهم لهنا. والحاجة اللي لازم نديروها قبل ما ندخلوا في الكتبان الرملية وشنو هي؟ نفشوا الروادي، نقصوا لهم. ايوا كيما راه يدير الشيخ. حتى لما تنقص لها الروضة؟ حتى لما تنقص لها؟ 700. 700 كيش تحسب؟ كيلو 700. المكان اللي جينا على جالو اللي سميوه عين طيبة، هاد شغل بحيرة ولا نقدر نقول واحة اللي جاية في وسط الصحراء، كنقول لكم في وسط الصحراء تما في وسط العروق، اقسم بالله غير واحد النظرة استغلوا بك الله يبارك. اوه ربي ورحمته، والله غير لحقنا سوا مع غروب الشمس، وقلت لكم مشينا 200 كيلومتر باش نلحقوا البلاصة هادية، والله غير تستاهل، اقسم بالله غير تستاهل. شيخ حميد كيفاش كانت البلاصه هذه؟ اسمها عين طيبه. واش لتحت واش كاين المحلو هذاك؟ ما هذاك مشحل. وشنو هذاك الماء؟ هذاك ماء مر يعني. مياه جوفيه تاع تحت الارض هذيك؟ والله ما عرفنا هذه. هكذا وجامي ما تنشف لهنا. والله ما تنشفش. في حياتها ما لقيتوها ناشفه. والله جامي يعني. كاين حاشي قدامها واحد المترا فيها ماء حلو حلو. وين هذه؟ هاي قدامها لداخل، شي صغيره حفروها. حاسي هي شغل بير؟ بير ايه على بالي يقولوا حاسي مسعود تما أيوة. بير تاع مسعود هذه معلومه جديده ما كنتش على بالي مسعود هذاك لا لا حاسي عين طيبه كلمه حاسي معناتها بير ايه بير انا ما كنتش على بالي معلومه جديده حاسي بير حاسي معناتها بير ما حلو لايبر هذا ونقدروا نشربوه لا تشرب زين اه يا خلاص معلومه جديده تحت شوف الله غير اقسم بالله غير واحد النعمه يا خيرك خيرك يا ربي والله غير خيرك يا ربي جماعة الخير،
حنا اليوم ما راش نباتوا لهنا خاطر قال لك الدبه ناموس وصوالح هذوما البركه هذه باينه وين يكون الماء تما يكون الحشرات كذا. راح ندخلوا نباتوا لداخل في العروب وغدوه صباح ربي ان شاء الله مع الفجر نجوا لهنايا نوري لكم مليح البلاصه هذه ونهبطوا لتحتها وين كاين الماء هذاك وفيها خير ان شاء الله. لا لا فيها خير سيدي يستنى فيا باش يعطيني مرسوخه بزاف. بارك الله فيك مصطفى. الطريق هذه تدي لتم الراس؟ لا لا تخرج الرك هي تروح تشطريك تم الراس ولا جانت تما منا تحكم طريق العروق. ايوه خمنوا من المستقبل باك جمال تعجبني عندك نظره مستقبليه. الله يسار عليك خويا نظره مستقبليه مع عبد الحميد. بارطاجي الماكسيموم خوتي ابوني ابوني ندير في بليسيت حبيبي يا هولي الزوم خوتي. اليوم هنا راح تكون النباته تاعنا باذن الله في وسط العروق واش زيدوا فوق هكذا وشنو القمر هو اللي ضوينا اليوم ما كان لا لومبا لا كريسيتي لا والو. عمر ما عنده حاجه انت تكوب هذا كوب باش السلام عليكم. داو يلتحقوا بنا جماعه الخير كانوا راقدين وما تسقهوا بيه واش كليتو شربت لا شربت البارح واقيلا في وسط الواحه هاديه كاين بير اللي قالنا عليه البارح حميد قال لك محلو دوكا رانا رايحين نضربوا الدار شوفوا برك طريق باش تدخلوا له تمشوا هكذا مو مباطيحون الانبطاح الانبطاح دايرين تيوات وكل ما باينه باللي مولفين يجوا يشربوا فيه يا ربي يا ودي لهنا الظلمات راهي. السلام عليكم يا اهل الديار كيف الحال؟ الله غير ما جيت قعدنا لتما طولنا باش لحقنا الحاسي قدامك هذا هو. اسمع على راسك ولا على رجليك روح زهلق 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 ايوا هذا هو الطريق الوحيد باش تكتشفوا هكذاك برك لا هذا محفروه حفروه حفروه هذا محلو وسبحان الله قدامها مر الماء هذا مر دقتوه ولا روح تشوف دخول ما تخليش هم انسان وغير قدامه برك محلو محلو ثاني طيبه على داك سموه عين طيبه عين طيبه على جال هذا ما طيب الله سبحان الله في وسط الصحراء 200 كيلومتر على ورقله في الوسط العروق كاين المحلو كي تجيو العين طيبه ما كاش كيفاش ما تذوقوش الفال تاع شنو البير تاع طيبه وهي اللي يسميوها على بي يسميوها عين طيبه وقال لك هذا المحلو بزاف الله يبارك يا الله بسم الله يا ربي سلقى فوق الشبيه الله حلو يا سبحان الله بير فوس الصحراء تما هذه دنيا تما بالك واحد يحصل فوس الصحراء ولا عندكم المقر هذا في صيده تقدروا تلقاوه يسميوها عين طيبه. وكاين حاجه اخرى قالت البير هذا حلو والماء تاع القلته هذه قال لك مر بزاف الله اعلم يا ربي يا الله هذه هي القلته الله يعينك الماء في وسط الصحراء
يا عمي حميد سيا قال لك الماء هذا وقال لك مر بزاف. انا باش نسيه ما نسيهش حتى سيا ماشي لازم كاع نسيه. هذا مر وهذاك حلو في بلاصه واحده. خير هكذا لحقنا نهاية الفيديو تاع اليوم باش تخلص تخلص بالقرباعي دقلة الناشفة هادية ورانا راهم ياكلوا ليكيب وانا راني في وسط الكثبان الرملية تاع ولاية ورقلة. من هذا المكان بقاتنا واحد 190 كيلومتر باش نلحقوا لمدينة ورقلة، بعد موراها راح نروح للمدينة واحدة أخرى اللي راح تشوفوها في الفيديو الجاي. هذه المدينة درت عليها فيديو صغيرة بصح ما كفاتش، مازال واحد أخرين إن شاء الله. على كل حال نقول لكم بارك الله فيكم كي لحقتوا حتى لهذ الدقيقة هادية، ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وتهلاو في رواحتكم ويا واو.